السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ نكمل مع بعض ان شاء الله الدرس السادس معانا في شرح الكورس Virtualized Area Operation 8.6. ان شاء الله الدرس السادس بقى في الموديول الرابع، وهو شرح الديزاين والديبلوي. الموديول ده ان شاء الله يا شباب فيه درسين اساسيين، ان شاء الله نحاول نشرحهم على درسين منفصلين. الدرس الاولاني هو احنا نشرح فيه الديزاين سايز وفي الفيرلايز اوبريشن كلاستر، وهنعمل ازاي نعمل ديبلوي فيرلايز اوبريشن النود. تمام. معانا في الموديول الرابع اللي هو ديبلوي فيرلايز اوبريشن، اول حاجه زي ما قلنا في الدرس بتاعنا الرئيسي ان هنعمل ديبلوي، والدرس الثاني ازاي نعمل له كونفيجر للفيرلايز اوبريشن في الكلاستر، للكلاستر كامل نعمل كونفيجر للكلاستر. تمام. في الدرس الاولاني باذن الله شباب نشرح مع بعض الديبلوي فيرلايز اوبريشن نودز، ازاي نعملها وايه الاساسيات عشان نعملها وايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها قبل ما نيجي نعمل ديبلوي فيرلايز اوبريشن. الاهداف من الكورس ده باذن الله شباب ان احنا هنشوف ازاي نعمل ديزاين للسايز بتاع الكلاستر، وازاي نعمل ديبليشن للانفايرمنت اللي بناء عليها نقدر نعمل فيرلايز اوبريشن ديبلوي عليها، ونشوف نعمل فعلي ديبلوي يعني، او نشوف ازاي نعمل ديبلوي فعلي لنود، ونشوف ايه الاختلاف ما بين سيناريوهات مختلفه لان احنا نعمل ديبلويمنت. هل عندي مالتي سايت؟ هل سايت واحد؟ سايت عايز اعمل فيه سايز حجم الداتا قد ايه؟ فكل حاجه شوف الفرق بينها وبين السيناريوهات اللي انا ممكن اعمل فيها ديبلويمنت. بالنسبه لي اول حاجه نظره سريعه كده يا شباب على ديبلويمنت بتاع الفيرلايز اوبريشن، وانا بعمل انستليشن لازم اكون يكون عندي 100% نقطة أساسية بالنسبة لي إن يكون عندي ديبلويمنت على في سنتر على اي 6 اي مربوط بفي سنتر، يعني ما ينفعش أروح على اي 6 اي مباشرة أعمل عليه ديبلوي. الكلام ده ينفع في بعض الحاجات زي الان اس اكس وبعض الديبلويمنت بتاع الالاينس العادية، لكن الفيرلايز اوبريشن هو الالاينس أيوه، لكن مرتبط ارتباط أساسي بالفي سنتر، فلازم قبل ما أعمل ديبلوي لازم يكون الاي 6 اي ده عليه مرتبط بالفي سنتر، فده مانداتري حاجة أساسية وماست بي ديبلويد ان اي 6 اي مانجد باي في سنتر. تمام. طيب بالنسبه لنا شباب عشان نعمل ديزاين للكلاستر بالنسبه لنا لازم اخد بالي من مجموعه من النقاط الرئيسيه قبل ما اعمل انستول فيرلايز اوبريشن سوفت وير، واشوف الحاجه المناسبه بالنسبه لي بناء على البارامترز اللي هنا. فانا اول حاجه اعرف نمبر اوف اوبجكتس اللي انا هقدر اعمل لها مونيتور، يعني نمبر اوف اوبجكتس، نمبر عدد الحاجات اللي انا هقدر اعمل لها ايه اللي انا بناء عليها هحط اشوف الحل بالنسبه لي عشان اعمل له انستليشن. هعمل انيبل هاي افيلابيلتي ولا لا؟ هعمل انيبل ولا هعمل انيبل كونتينوس افيلابيلتي؟ شرحنا الفرق بينه في الدرس اللي فات. هل هنعمل ريموت سايز دي ار ونحط عليه ريموت كوليكتور ونعمل ديبلوي لنود هناك نخليها ريموت كوليكتور بس، ولا نستخدم بس كله امبري في نفس السايت عشان نعمل حاجه دي ار؟ نوع النودز هل هي اللي هي برايمري ريبليكا داتا؟ طبعا زي ما قلنا ريموت، فكل الحاجات دي لازم نحددها بناء على عليه ناخد القرار في الديزاين بتاعنا. زي ما قلنا يا شباب بالنسبه لنا السايز بالنسبه لنا يختلف، وبناء عليه السايز يختلف. طب انا عندي هنا النود سايز زي ما انتم شايفين، وعندي هنا لو انا هعمل سنجل لكل نود واحده بحد اقصى عدد الاوبجكتس اللي يجي فيها قد ايه، وهنا الماكسيمم اوبجكتس وهنا ماكسيمم كولكتد متريكس، المتريكس غير الاوبجكتس. هنا لو في الحاله اللي انا اخترت اكسترا سمول اقل حاجه فانا محتاج 2 سي بي يو و8 جيجا رام، ويفضل تماما ما استخدمش ديت غير في حالات التيست او اللابات او حاجه زي كده، لكن في البرودكشن ما تستخدمش ده خالص، في ام وير مش ريكومند ابدا تستخدم السايز ده. تمام. بعد كده احنا نستخدم السايز لازم يكون ايدنتيكال يا شباب على مستوى كل النودز زي ما شرحنا الموضوع ده قبل كده، وقلنا اهميه الموضوع ده خطيره جدا في ان انا اعمل كلاستر، لان في الميرجنج الرامات والاوبجكت ما بينهم من بعضها وعمل سينك ما بينهم من بعض لازم يكونوا نفس الرام نفس الديسك نفس الايه نفس السي بي يو. طيب تاني حاجه افضل حاجه ان هو سيلف مونيتورنج، ان هو نفسه يعمل مونيتور نفسه عشان ايه يشوف السايز بالنسبه له، وقلنا ان في طريقه بنحسب فيها السايز الرئيسي اللي انا هقرر عليه. طيب عايزين نبص نظره سريعه كده على الاكسباند والنوع. لاحظ هنا الكلام ده كله بنتكلم في النود العاديه اللي هي الداتا والبرايمري والبرايمري ريبليكا، الكلام ده كله هنا. اول لما نروح على الحاجه النوع الرابع اللي هو الريموت كوليكتور الموضوع بيختلف شويه، ونلاحظ ان هو السي بي يو تبدا السايز بتاعها يختلف والارقام مختلفه. لما قلنا الدنيا تكون ايدنتيكال لازم تكون ايدنتيكال في الداتا والبرايمري ريبليكا والبرايمري بس مش في كل حاجه. نقطه مهمه وهي الويتنس، ان الويتنس موجود برضه، والويتنس السايز بتاعه طبعا مش بيضيف اي متركس ولا اي حاجه، هو مجرد بيكون ابلاينس وياخد 2 سي بي يو 8 جيجا رام على الاقل عشان يقدر
يمونيتور معانا الابلاينس الاخرى لو حصل اي فيلر زي ما قلنا قبل كده. طبعا احنا قلنا يا شباب عندنا في السايز زي ما قلنا احنا ممكن ناخد نستخدم الموقع بتاع الارتكل ديت نقدر نشوف منها، فناخد الرقم ده ونبحث بيه على جوجل ونكتب بس الارض ان هو اللي في مور كي بي ونكتب الرقم بالنسبه لنا، وقتها نقدر ندخل هنا نشوف الارتكلز نلاحظ ان هو جاب لنا كل الفيرجنز بقى بنلاحظ احنا دلوقتي التاريخ بتاعنا النهارده 27/5 ميلادي فكان وصل ل 8.12. احنا المفترض فبالنسبه لك اللي انا اقصده ان انت تقدر تشوف الفيرجن حاليا وتحسب الجايد لاين بناء عليه وتشوف السايز يكون عليه، يعني ما تشوفش الشرح بتاعنا واصل لفين، احنا مثلا بنشرح 8.6 فتراجع على نفسك الفرصه انك تشوف الاحدث، فانت دي الاحدث حاجه وشوف فيها. فنلاحظ انه فتح معانا هنا وبدا يقول لنا ايه السايزنج بالنسبه لك، لو تستخدم ستاندرد يبقى السايز كذا 6000 والاكسترا لارج واللارج والميديوم والسمول والاكسترا سمول، نلاحظ الارقام يعني متقاربه ما بيننا وبين بعضها. تمام يا شباب، وادي السي بي يو وادي النتورك وادي كل التفاصيل بالنسبه لنا هفيدك لو دخلت على الموقع بنفسك شفت التفاصيل. تمام، فنكمل مع بعض يا شباب ان شاء الله. احنا عندنا برضو في موقع تبع في ام وير تقدر تحسب منه السايزنج. تمام، في ام وير اوبريشن سايزنج تخش من خلاله تقول له الفيرجن بتاعك ايه بالظبط وتختار هل هو هيكون ادفانسد ولا بيزك عادي، ولو قلت البيزك هيبدا تقول له هيطلب منك مجموعه من الاسئله بتديك جايد لاين يديك انيشال سايزنج، يعني هو بيتمام بالسايز بتاعك بناء على المعلومات يسالها لك للديبلويمنت بتاعك. تمام، طيب ايه الاسئله اللي بيسالها لك؟ اسئله طبيعيه جدا، يعني انت الفي سنتر بالنسبه لك هل عندك كم في سنتر كم داتا سنتر، يعني فلو عندك 2 في سنتر هل معاك واحد في سنتر هنا واحد في سنتر هنا ولا الاثنين هنا. تمام، كم كلاستر كم اي 6 اي هوست كم فيرتشوال ماشين كم لوكال داتا ستور، ولو في فيسان عندك اي او لا، بناء عليه الانفايرمنت بيطلع لك الريكومنديشن يقول لك السايزنج بالنسبه لك الانيشال سايزنج المتوقع بناء على المعلومات اللي هو خدها منك ديت هيكون ايه، وهل هتعمل انيبل هاي افيلابيلتي ولا لا، ولا تختار هنا تقول له كنترول افيلابيلتي ولا مش محتاج خالص، وبناء عليه تقول له فيو ريكومنديشن وتضغط هنا تلاقي الايه الانفايرمنت بالنسبه لك السايزنج اللي هو قايل لك عليه. تمام، نلاحظ دي اداه جميله من في ام وير بتسهل لك الامور اكتر وتخليك تاخد القرار بناء على معلومات مش بناء على يعني توقعات بناء على في الديزاين، يعني فتاخد القرار اكتر دقه يعني. تمام، طيب نلاحظ هنا يا شباب ان هو دايما في الاكسترا سمول لا قال لك انت السايز بالنسبه لك الحسبه بتاعتنا لما عملناها لك فعلي قال لك انت عندك 352 اوبجكت كده عدد 350 فانت ما ينفعش تروح الاكسترا سمول، انت تروح على السمول مثلا بدايه من السمول. السي بي يو نمبر هيكون كذا والميموري كده والداتا ستور هيكون حجمها قد كده والانبوت اوت نتورك والحد اقصى هيكون كده. السايز ده هو اختاره لك بناء على السايز بتاعك. تمام، فانت ممكن تستخدمه وممكن تروح لحاجه اعلى، بس اهم حاجه تركز في ريدندنت بالنسبه لك الافيلابيلتي الحاجه دي. لكن اذا مشيت على سايز معين زي ما اتفقنا واخدته في نود معينه لازم تحطه على كل النودز ما عدا النودين اللي هم دول اللي هم الريموت والويتنس، دول عادي تغير فيهم السايز. لكن اذا هتستخدم في هتعمل ديبلويمنت عندك، فلو هتعمل مثلا نفترض 5 داتا نود وواحد برايمري وواحد ريبليكا سبعه يكونوا، فلنفترض ان هم لارج يبقى خلاص السبعه يكونوا 16 جيجا 16 سي بي يو و48 جيجا رام، السبع ابلاينسز بينزلوا بنفس السايز، لكن ممكن اغير طبعا في الريموت والويتنس. تمام، طيب دي التولز اللي استخدمها الشباب ان انا احدد الايه السايز بتاع الديبلويمنت بتاعي اللي انا هاخد بناء عليه. حاجه ثانيه يا شباب، لو الانفايرمنت عندي معقد زياده عن اللزوم انا ممكن اطلب بروفيشنال سيرفيس من في ام وير يساعدوني في الديبلويمنت ده ويوفروا عليا الموضوع. فهو بيقول لك اذا خدت ديبلويمنت عندك سيمبل وبسيطه والدنيا ايه جرين فيلد وهتعمل انستليشن وان واي والدنيا سيمبل خلاص تقدر تعملها انت لوحدك، ايه تعمل ديبلويمنت تحدد دي الناس وتعمل زي ما نشوف والموضوع بسيط. لا، الموضوع فيه بعض الشروط وبعض الحاجات اللي معتمده على حاجات ثانيه ولازم يكون فيها نوعا ما، فيفضل انك تستخدم ايه تناقش الموضوع بس مع بروفيشنال سيرفيس تاخد منهم قرار وتعمل ديبلويمنت لوحدك. لكن الموضوع بقى يحتوي لازم في كرنت سيتويشن معين ولازم تعمل شغل عليه وتاخد قرار مظبوط جدا 100% وفي دقه في الموضوع وفي كريتيكال فيه، لا الموضوع ده وقتها
افضل افضل تخلي البروفيشنال سيرفيس هم اللي يعملوا لك ديبلويمنت خالص ويريحوك من الموضوع ده. تمام، طبعا دي كلها دعايه تسويقيه منهم، انت حر يعني، افضل تخلي تعتمد على نفسك وتاخد القرار بناء عليه، والموضوع كله ما فيهوش حاجه يعني، الموضوع ليله خالص بسيطه خالص يعني، لاخر هم بيبيعوا يعني. طيب اللي مطلوب منك وانت بتعمل الديبلويمنت حاجات اساسيه ومنطقيه في اي حد يشتغل على اي ديبلويمنت في ام وير، حتى لو كان في سنتر، انك تعمل دي ان اس يكون فورورد وريفرس، هو حاجه واحده يعني، بعمل وانا بنشئ الدي ان اس يكون فورورد وريفرس، والنيم بتاعه ما يكونش سواء لونج او شورت نيم، ولازم يكون ستاتيك اي بي ادرس، ولازم البرايمري يكون ستاتيك اي بي ادرس، ما ينفعش استخدمه ايه دايناميك. تمام، لازم يكون ستاتيك في البرايمري والبرايمري اللي لك، لكن الداتا ممكن تصدر بحاجه ثانيه. all node in the cluster must be by direction ايه routable by اي بي ادرس، لازم يكونوا ايه واصلين لبعض بالنتورك كويس جدا، مفيش اي مشكله فيهم، وهو على فكره يقدر يسبورت ما بينهم وبين بعض اي بي فيرجن 6 بروتوكول. تمام، طيب الانستليشن بري ريكويزيت لازم زي ما قلنا نقدر. خلينا بس الاول نبص على موضوع الدي ان اس ده عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لنا. لو انا دخلت على احد اللابات اهوت وبصيت على الدي ان اس، قد ايه الموضوع بسيط هنشوفه. نقدر نبحث هنا، نكتب دي ان اس اهوت. إيه طبعا انت مفترض تكون عندك اكتف دايركتري واعملها، بس لو الانفايرمنت عندك في الاداره في الشركه مثلا، انت بس عايز تنشئ دي ان اس، ادي كليك يمين في اي مكان فاضي وتقول له انا عايز اعمل نيو اي اور تريبل اي او 4 ايز، ده هو النيس. تقدر تسميه في ار اوبس مثلا، خلاص اهوت. نلاحظ ان الاسم ظهر طول دوت كور دوت لوكال، وادي الاي بي ادرس مثلا، فلنفترض 192.168.110، فلنقل اي اي بي مثلا 251، فلنقل مثلا كده. دي اللي هي ايه الفورورد، ودي الريفيرس هنا. فلو هعمل مثلا البرايمري فاسمي مثلا ايه في ار اوبس ايه اندرسكور مثلا برايمري، اللي بعده مثلا هعمله برايمري ريبليكا اسميه مثلا اندرسكور ريبليكا، اللي بعده هعمله داتا اسميه اندرسكور داتا، وهكذا. فيبقى كل اسم ليه حاجه عندي، طبعا كل اوبجكت بغير ان الدي ان اس بتاعه يبقى اسم غير الايه الاي بي. طبعا النيمنج يختلف منك انت حسب الانفايرمنت، بس ده طريقه انشاء الدي ان اس ريكورد ببساطه عشان تقدر ما توقفش قدامك عائق. تمام، طيب لازم اول حاجه ان انت عندك مساحه، ما تجيش تعمل ديبلوي على انفايرمنت عندك ومفيش رامات وسي بي يو عندك، فلازم تتاكد ان فيه مساحه تعمل ديبلوي ليها. تحدد الفي سنتر والمكان بالظبط في الفولدر اللي هتعمل عليه ديبلوي او الكلاستر. اتاكد ان النتورك مظبوطه من ناحيه الدي ان اس، من ناحيه كل حاجه. شوف اي بي ستاتيك فري مش مستخدم، ما يكونش عامل لكم معاك كونفليكت انت بتشتغل، يعمل لك اي مشكله انت بتشتغل. طبعا مسبقا لازم يكون عندك ان تي بي وعامل عليه تيست والايه وبرايمري نود اتليست يكون عليها ايه بتعمل برايمري. البرايمري بس هي اللي بتعمل سينك مع الان تي بي بتاعك، يعني لو كان عندك ان تي بي سواء على راوتر او على في ام او على لينكس، يفضل تعمله على لينكس، او ما تعرفش تعمله على ويندوز، انا شارح الفيديو ازاي تعمل ان تي بي عندك. البرايمري زي ما قلنا هي ان تي بي سيرفر للانفايرمنت بتاعتها، يعني الان تي بي ده حاجه حساسه جدا لان هو بيحسب الوقت بالظبط. فلو عندك مثلا خمسه نود وواحد ويتنس وواحد ريموت كوليكتور، الجميع بياخد الان تي بي من البرايمري، فالبرايمري لازم هو اللي يشوف المصدر عندك عشان بناء عليه بتشاور له على الان تي بي بتاعك انت. وبعدين تشوف الفيرجن، طبعا لو انت عندك كروم او اي حاجه مش هيفرق، بس اهم حاجه تستخدم الايه ما تستخدمش مثلا على انترنت اكسبلور قديم جدا، تلاقي نفسك عندك مشكله وانت بتعمل ديبلويمنت ويواجهك مشكله. دي البري ريكويزيت البسيطه جدا اثناء الديبلويمنت بتاعنا. طيب النود ريكويرمنت شباب، لازم زي ما قلنا شرحنا دي ووضحناها كويس جدا، السي بي يو والرام والديسك لازم يكونوا ايدنتيكال يا شباب، لازم يكونوا ايدنتيكال ما بين الايه البرايمري والريبليكا واي عدد من الداتا. تمام، لكن الموضوع ده عادي في الويتنس او اللي هي الريموت كوليكتور. ماشي، بقول لك اللي هي الريموت مفيش مشكله، مش لازم يكون يونيفورم خلاص. الريموت كوليكتور اللو في اوبريشن تو جذر الريموت اوبجكت، ماشي، لكن ما عندوش داتابيز ولا عنده كوليكتور ولا عنده اناليتيك ولا عنده اي حاجه. الريموت بس مجرد بيجمع الداتا ويبعتها لك انت تشتغل بيها، لكن لا يسمح انك تشتغل بالايه بالنات. ما ينفعش تستخدم نات في الريموت كوليكتور. انت عارفين النات يا شباب ان انا ممكن استخدم اي بي ادرس مختلف عندي في البرايفت واطلع بابلال البابليك اي بي مختلف وارجع اروح على الانفايرمنت في السايت الثاني باي بي ثاني، لا ما فيش الكلام ده. النات ما ينفعش، انا عايز استخدم نفس الاي بي ادرس اللي انا طالع منه واروح على الديستنيشن، فيبقى عارف الفيرلايز اوبريشن، عارف ان اللي جاي ده الريموت كوليكتور بالنسبه لي، فلازم تكون من خلال مثلا ام بي ليس او حاجه ما فيهاش نات. تمام، طيب اثناء الديبلويمنت يا شباب، لو انت بتعمل ديبلويمنت لاول مره وعايز ما تقعش منك اي خطوه وعايز تكون مركز شويه، دي
يعني خطوات تسهيليه سريعه جدا من الفيرلايز من في ام وير، عشان وانت بتعمل ديبلوي تكون الصوره بالنسبه لك واضحه. فتيجي تعمل ديبلوي للاو في اي، تتاكد الاو في تعمل لها اختيار من الفي سفير نفسه، تختار النيم بتاع الفولدر، تختار لو انت عم حدد الفولدر اثناء في الفيكتوري بتاعك، كمبيوتر ريسورسز سواء بقى الكلاستر او كده، تشوف الديتيلز بالنسبه لك، بعدين تروح تعمل سيلكت كونفيجريشن، وبعدين الاستورج، وتشوف الديسك بالنسبه لك السين ولا سيك حسب الديسك بتاعك، تشوف النتورك بورت جروب بتاعك، تعمل كاستمايز للتمبل بالنسبه لك على حسب السايزنج اللي اتفقت عليه، وريدي تو كومبليت، وتعمل ديبلوي كده بير تو بي ديبلوي، وبعدين ابدا اعمل ديبلوي لحد ما يقول لك ان هي كومبليت. دي طريقه انك تعمل ديبلوي للفيرلايز اوبريشن بصوره مبسطه. تمام، دي الصوره شباب تظهر لك انت، وهي لما يجي هنا زي ما قلنا على الديبلوي تمبلت يقول لك السايزنج اهي، عندك سمول وميديوم ولارج واكس لارج زي ما شفنا، ونقدر نستخدمها. طبعا اقدر اخش موقع فيه نفسه اعمل ديبلوي للاو في اف تمام لجهازي، وبعدين استخدم الفيسبوك كمان عشان اعمل ديبلوي وابدا اشوف الحاجات المطلوبه، ولما اخلص اعمل باور اون اوبريشن. هو مش هيعمل نفسه باور اون، لازم انا اعمل له ايه باور اون. وبعد ما اخلص اول لما بخلص الفيرلايز اوبريشن يا شباب، طبعا جزء مهم جدا وانا بعمل له ديبلوي ان انا ابقى مركز، لان اول لما بخلص هيطلب مني اول طبعا حددت الفي سنتر، وبعد ما خلصت اول لما ادخل لوجن بروميت او يطلب مني الروت باسورد، فلازم احط الباسورد، وبعدين الاولد باسورد لازم يطلب مني اعمل لها تغيير. خلاص لازم كلمه السر تتغير مباشره عشان تستخدمه، حط كلمه السر تاني مظبوطه واستخدم اطلع واللوج اوت، يبقى خلاص كده عملت لوج اوت للايه لللاينز بتاعك. طيب السيناريوهات بتاعتنا يا شباب الموضوع ديبلويمنت، هفترض ان انا عندي مالتيبل في سنتر سيرفر ان سنجل داتا سنتر، كده انا مش ما عنديش ريموت كوليكتور، مش محتاج ريموت كوليكتور، انا هم كلهم موجودين في نفس الانفايرمنت، بس انا عندي في سنتر كتير، فاعمل اعمل على الاقل واحد خالص، وبعدين اقدر اعمل سكيل اوت من الفيرلايز اوبريشن زي ما قلنا من علامه الزائد واضيف، اقول له دي داتا ولا ريبليكا، واقدر اعمل الخطوات بتاعتي. فافضل طريقه ان انا اعمل ايه ديبلوي اتليست 1 فيرلايز اوبريشن نود بالخطوات اللي شرحناها قبل كده على واحد من الفي سنتر، وبعدها ابدا اكمل الخطوات واعمل سكيل اوت، يعني اضيف نودز بعد كده سواء ريبليكا برايمري ريبليكا او داتا زي ما انا عايز بالنسبه لي، بان هو كلهم في سنجل داتا سنتر. طيب السيناريو الثاني بقى ان لو عندي مالتيبل في سنتر تمام في وان داتا سنتر، مالتيبل في سنتر سيرفر نسال وان داتا سنتر اند في سنتر، يعني مجموعه في داتا سنتر، واحد في داتا سنتر، واحد في داتا سنتر، واحد في داتا سنتر، دي مجموعه من الفروع دي هنا عندك في اليابان وسان فرانسيسكو وشيكاغو، الثلاثه كل واحد فيهم في سنتر واحد، لكن هنا السايت الرئيسي فيه ثلاثه في سنتر. تمام، طبعا زي ما قلنا هنعمل ديبلوي هنا ونحط واحد ريموت هنا، واحد ريموت هنا، واحد ريموت هنا، او زي ما انا عايز. تمام، بناء على اللوكيشن ده يبقى هنا الرئيسي وعليه كل حاجه كلاستر بالنسبه لي، وزي ما نلاحظ عليه كل الانفايرمنت، لكن هنا العلامتين دول زي ما قلنا قبل كده اللي هم فقط الريموت ريموت ريموت، وطبعا بربطهم بده بحيث ان هو ده اللي يكون بيجمع الداتا بتاعتهم هم بيبعتوا بس، وما يكونش ما بينهم نات زي ما قلنا. تمام، طيب السيناريو الثالث بقى، انا عندي سيناريو، السيناريو الشركات الكبيره والبنوك بتعملها، ان انا عايز عندي الاتش او الدي ار بيمثل 50% منه تقريبا، بحيث ان انا ايه لو لا قدر الله حصلت اي مشكله لازم الدي ار يهندل الدنيا عندي، فبيحطوا عندهم الانفايرمنت تقريبا متشابهه، فبيحطوا الاتش او والدي ار. فعندنا هنا مثلا الشرق والغرب ويست كوستا تمام والشرق والغرب. طيب انا بالنسبه لي احط مالتيبل في سنتر هنا، مالتيبل في سنتر هنا، فاحط ديبلويمنت المجموع الكلاستر كامل هنا وكلاستر كامل هنا. تمام، احط يو هاف مالتيبل في سنتر سيرفر ان وان نود داتا سنتر اند ا في سنتر سيرفر انستنس ان ايتش اوف ذا ريموت داتا سنتر لوكيشن. تمام، طيب دلوقتي احنا خدنا شباب الدرس ده، شرحنا ازاي نعمل ديزاين للسايز بتاع الفيلايز اوبريشن كلاستر، وازاي نعمل بريفيشن للانفيرمنت، نحدد الدي ان اس ونجهز لازم يكون في سنتر جاهز اوريدي قبلها، ولازم نحدد الستاتيك اي بي ادرس لكل نود عندنا، ولازم نعمل لها تيست قبلها، ويكون عندنا ان تي بي اساسي جاهز عندي اعرفه واحط الباسورد بتاعتي وبعدين اغيرها زي ما اتفقنا. لازم اعمل اتليست 1 فيرلايز لو انا هعمله في سنجل سايت، اتليست 1 نود، وبعدين اقدر اعمل الباقي اكسباند من الداخل، وابدا ديسكرايب ديفرنت بين الديبلويمنت سيناريو زي ما شرحنا، قلنا لو عندي في 1 داتا سنتر او في 2 داتا سنتر او ريموت داتا سنتر صغيره او داتا سنتر كبيره او اتش او ودي ار زي ما قلنا اخر حاجه.
جزاكم الله خيرا شباب، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واتمنى الدرس يكون عجبكم، واتمنى تقييماتكم ونشركم المحتوى لزمايلكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.